ازيك اصحابنا عاملين ايه؟ ايه اخباركم؟ كويسين؟ هنكمل النهارده الحان حضانه مع بعض. إيه هنراجع اللي احنا اخدناه. احنا كنا بدانا في ربع مرد الانجيل لعيد الرسل، ربع مرد الانجيل لعيد الرسل، وعيد الرسل قرب اهو. كل سنه وانتم طيبين. كمان 7 ايام بالظبط او 8 ايام. إيه المهم، راجعتوا اللي احنا حفظتوه كويس ولا لا؟ احنا كنا اخدنا نص المره اللي فاتت، هنقوله مع بعض تاني دلوقتي ونكمل النص الباقي. يلا بينا. طب ايه تشويس اهريجون نا تشويس نيوتين ابوستولوس. تاني. طب ايه تشويس اهريجون نا تشويس نيوتين ابوستولوس. قولوا معايا يلا. طب ايميب تشويس اهريجون نا تشويس نيوتين ابوستولوس. يلا بينا تاني. طب ايميب تشويس اهريجون نا تشويس نيوتين ابوستولوس. اخر مرة. احنا المفروض الحاجات ديت واخدينها المرة اللي فاتت، احنا بنراجع عليها بس. يعني لو ما حفظتوش ارجعوا للفيديو اللي فات تحفظوه. ماشي يلا بينا. طب ام اب تشويس اهري اجون نا تشويس نيوتن ابوستولوس. تمام. يلا الحته الجايه بقى. نيم بسيبي، نيم بسيبي، سهله خالص. نيوتن ابوستولوس نيم بسيبي انتني. يلا. نيم بسيبي انتني. تاني. نيم بسيبي انتني. تاني. نيم بسيبي انتني. تاني. نيم بسيبي انتني. نيم بسيبي انتني. نيم بسيبي انتني. نيم بسيبي انتني. نا تشويس نيوتن ابوستولوس نيم بسيبي انتني. نا تشويس نيوتن ابوستولوس نيم بسيبي انتني ماسيتيس. نيم بسيبي انتني ماسيتيس. نيم بسيبي انتني ماسيتيس. تاني. نيم بسيبي انتني ماسيتيس. الاول. طب ام اب تشويس اهري اجون نا تشويس نيوتن ابوستولوس نيم بسيبي انتني ماسيتيس. الاول كمان مرة. طب ام اب تشويس اهري اجون نا تشويس نيوتن ابوستولوس نيم بسيبي انتني ماسيتيس. نيم بسيبي انتني ماسيتيس. نيم بسيبي انتني ماسيتيس. انت في كان النوفي نانيفو. اظن دي كلنا حافظينها دي. انت في كان النوفي نانيفو. انت في كان النوفي نانيفو. انت في كان النوفي نانيفول. طب ام اب تشويس اهري اجون نا تشويس نيوتن ابوستولوس نيم بسيبي انتني ماسيتيس. انت في كان النوفي نانيفول. تاني. طب ام اب تشويس اهري اجون نا تشويس نيوتن ابوستولوس نيم بسيبي انتني ماسيتيس. انت في كان النوفي نانيفول. ايه نقول تاني؟ يلا بينا نقول تاني، بس انت قول ورايا بقى. طب
طب ام بتشويس اري اجون نا تشويس نيوتن ابوستولوس نيم بسبي انتني ماثيتيس انت فكان النوفي نانيفول. كده خلصنا اللحن ده، راجعوه بقى كويس تاني، راجعوه كويس خالص خالص، وراجعوا برضو الفيديو اللي فات لو في حد وقع في حاجة في النص الاولاني اللي هم اول سطرين، لو في حد وقع فيهم في حاجة يرجع للفيديو اللي فات، تمام؟ وراجعوا الفيديو ده تاني، والمرة الجاية نبدأ لحن جديد. كل سنة وانتم طيبين يا اولاد.